وعن جابر بن صبر رضي الله تعالى عنه قال شكا أهل الكوفة ريكوفا وحكا شكتين سعدا يعني ابن أبي وقاس الزهري بحكا شكتين ما قال هذا كوفا ليداه يبصربا سيدنا عمر خلافة سبع الله أساسي أمر أسوق بحياة الله قدس لبدا مقالبا وحان الرسول بالله بي صحابيا لقى شيكان أيه سعد بن وقاس الزهري نبي محمد أبتقي رجع عمر وقورينا آها ما هي وقال شيكتين إلى عمر الخطاب بي وقال شيكتين فعزل وحلك بوك القاضي سيدنا عمر طريقة وحولها رجع قبرنطور ياشا أما أمرادا أما قدومية أما حلبها هي هذه خالد خصو بحو حلك كقاضي شري وكحيو بن شري هذه انتي بلشدو كشيغتو ودوغ حتى وحي وصح نقون واي بلشدو اي او ارك ان كان مسؤول كا اي دبسانيسو سين فينك او دخي حلك كقاضي شري نكا لو كبدل شري ونكو في عين هي اسغا امير ان هي اس ما ديتين دتك لما عدادي لما مقونيو وكقاضي ملك لو غين نكا لو عصب او كين شري سعد وقاص بيريكو فكشيكتين وانك كوفا ديساي دلكنا فوريبا فعزله وحلك ابو كقاضي واستعمل عليهم وهو امير اوغا دغاي عمار بن ياسر اوغا دغاي عمار بس اصلا امك عبار وحلك هيي اصلا حلك ابو كقاضي سيدنا عمر باك قاضي جرير بن عبد الله البجلي وعمر سو غارو سو بوقدو ورايست عمار بن ياسر كور بره حلك سي او هيا مملك المسلمين هاوشا وكل يتابع سياستنا ما يقاني ادبا لوغو دبانا بود ها ماذا ساوغا ويري وعزلي مغير من شعب وديبي مغير من شعب هادانا واغي دم بلغو ايديي هاول تهمو الزنا لغو ايديي طريق سوى هيسان اسنو كعزلي العراق وين دبت سيدنا عمر العراق نفتو اوكانت الى واغي دم بوها باري هي كوفه كوفه دم بلا مدق المركا اوكتي كوفه وادم بي بابا اضي هوارك عمر باكو دحاي امن كان مجرت او كوفه مغشي بصره وعير كوس وسليه ورافضه اسكو هيست فشكوا وكشكتن سيدنا سعد بي كشكتن ريكو فحتى ذكروا الى اي شيء انه اسو لا يحسن يصلي ما بيقان سيدي لو تو كدي دي من افد ايك دشو هيو دلمده برتم مغشي صحابي قايقة إسلامي دلك قبطي أي مهاجري أي قديم أي من السابقين الأولين أول مرة ما بسام في سبيل الله نبي كفا أنت مجري وكأبتك إنك أبتك لمضها هي هاي كان يجري هذا خالي فليرني أحد خاله وكأبتك أبتك لمضها هي شاكان كرا صحابة واسكوا هي ننك هذا حدين ما بيقى أن عمرو ننك سيدي اللوت كذو وهذا عامة يا أبا نقول لكو يزي بل أفضل هذا هو وحرق علماء قبصدي فأرسل إليه أساقب أفرين در صواق البر إمو من حتى يدعو عاصمة مدينة إمو ويمد فقال وحري يا أبا إسحاق وكن يدي سعد وي وحرمين يقدرون وي عند العرب هذه أبو فلان لقويلة وحرمين يقدرون وي ما عاضوا متحن إن لقويلة وحقوا بهدل وي هبل إن لقويلة وبهدل أكتوضة حرمة ضروي نك تعيش أما أذكر كل قدرين يا أبا فلان يا أم فلان بالليلة ده كيوي عمار ما يا أبا إسحاق وكن يدي سعد وي هذا وضع معيت نك الله قش شجعنا يدي بالله ونقد أصدق دعوة دي سيد بالله ونقد خيوك هو كش شجعنا سعد كش شجعنا بالله ففاهين أيه عمار وكذي ما إن أبو كنية الشيغتان عند العرب عبوي مقعا أبو فلان أم فلان إن أتراض عند العرب وعب وإن ضدك كلايك رهان أبو فلان لكن أنه إلا عاجب أنه شو من نقاني أنه قاسك قرون إنه هبل هبل أبو فلان وإذا فانتين بيلته وحول أبو سعو إن هؤلاء يقليان ريكوف يزعمون وحي شيغين أنك أذوق لا تحسن تصلي إن هذا أقوني سيد اللي تكذوه صلاة موانا جسد فقال وحور أما أنا واتي تفسيرات يجرتين أيه وسيد وحي دون هالشيء يقول أما أنا أنا قصوا معها والله الله قد أرتين فإني كنت أصلي وحان تجنجري بهم أيها صلاة رسول الله أيه وحي دون هالشيء يقول وحان أقهي بودون قد أرنا يا نبي محمد سيد أنه تجنجري
لا أخرم وإي قرن صوابك ولا أخرم حمزة إن لو كرده وإن لو قدما لا أخرم أي لا أنقص كما دمجرين إن لو قدي وخطأ من حيث اللغة وحتى يهوش حركيين ما أرك لا أخرم بي لا أنقص بي لمتهاي معنا ومبنا لا أخرم كما دمينين بود كما نقسامين عنها عن صلاة رسول الله أصلي صلاة العشاء صلاة النبي محمد بان تجين جري بود أونا وحبك قاسرين أونا كقابنين أونا كسكر لغين با قابك تجين جرتك أصلي صلاة العشاء صلاة العشاء أيان تجين جري بود فأركض وأن كنا قاين جري في الأوليين لبارك عيدو هوري أركض الركود كي أسكون كأوي فيضلنا رواكيد سقراك ميدان كوارك الماء الراكد ثم تقانا حسيري دوي فأركض وأن كو حسيري جري بود في الأوليين في الركعتين الأوليين قراءة ديرين جري سجود ركوع اعتدال كان اسكو ميزان متر وأخف وأنفذين جري في الأخرين لبارك عيدو دمان وأنفذين جري عشاء قال وحول عمر ذلك ظن بك يا أبا إسحاق كاسي وماله أن كان ملايين يي أبو إسحاق إن الثراد كو ناكسنتاي أو نبي محمد طقن كيس آد وضو أو ننفي عنتاي واسن ملايين وأرسل معه رجلا نمبو كدري كنقو يلكو فكنقو أو رجام ركب الراعي محمد بن سلمة إيه جماعة الله سعطو كدري سيدنا عمر هوش ساكم مد أسوق ملف عنه هيا هذانا هوش حقيقي جنية وحيدي سعد كعية كوفة كعلية مسجد والباء وركو فأيليه يجوب والباء سكوي مادان سعد كده استاجية بل كور رم أمير كين نساها طب قال ك أمر هذا إياه كنترول يدو هذا يسوق بنت لا سوق ب لا سوق ب أمر هذا إياه مسؤولين تدب كي أجيسان شعبك إياه عبشة الشعب كوه مسؤول كأها محمد مسلم حلق خلافة يا سيدنا عمر وزارة بوسمي ضب قالك مسؤولين تخلطات كودة يا قبشدة دقيسية عبشدة بوشدة لو سوق بي أميركا خليفك مسلمين تقتلية هذه أميركا بس وحلقا ما قالوا ملحوين وقبطون عبشوين كي كيانان كلي مسؤولين تيزو ضد كبابا وإن له الهيئات ما راح بنان أو نحيسة تلس كأيو يبول شدة وحمد سلكها محمد مصطفى الأنصاري نجي دلاجها وحركها مال والباء وركاس السوق إلى الكوفة بودري الرعيي يسأل عنه أهل الكوفة يسأل عنه عن سعد وقاس بلودين حالات سرقوا لوديني فلم يدع موسى كتج النكي محمد مصلماها يرقوا كدري دبج لي سعد هوليسة مسجد موسى كتي إلا سأل عنه أي عن حال سعد بويدي ريم جماعة المسجد كور أمير كينا ريه بلو كور أمير كينا ويثنون معروفا وحين كو أمانه وناك بكو شيئين خير بانكو يقنا أمير بركي سنوي إلهي هنود دا يأمض لهاي حتى دخل مسجدا لبني عبس قل يا عربي دور بني عبس الله إذا هذا مسايد يقو بطنائيان ويحافظ دكو يا ليبو قلي وذات كبا قال هي سعد هي نك لسو عيد حلك الله سو ديبي فقام رجل منهم من بني عبس نير بني عبس استاغي مركي لا وش لا ويدي سعد ما شي لا سو استاجي يقال له لو ما عدب اسامه بن قتاده ليلى ذا نك استاغي ري بني عبس يكنا وحا لو نانيسا ابا سعد فقال وحي نك با هلي اما اذن شتنا مر هضنا داري محمد سلمو مر هضنا داري سي او تيري وذلك أمير كيدنا كور بحية آن تري فإن سعدا صدح الرمود آدو بعن أوليدته أورك نينك كتل ما نضع لقى حرق دايو أيو كتل ما حيري فإن سعدا كان الله يسير بالسرية سعد حيري إذا كدولي اللي قمرودك اللي ما صعده ما راعه بمعنى وافلي بوله وافلي بوله لا يسير اللي ما صعده ما راعه ما ضحه بالسرية عيداً كالدولية اللقمرودية ولا يقسم غنيمة فيها حولها بيتمال كانوا كما قيبية بالسوية سيسمان عدالة هذا نمحو كتومي عدالة ضر كتومي عفري سيبو الدوري
shajaacadii sibu duruf fulinimo ku tilmaamay dhowrsanka laga dhowrsado xumaha iyo xaraantu tuumo wuxuu yiri xafiif ma aha xaqun nas bu cuna ama ninku doono u eexdaa faara qabiil buu yaqaana qaraaba kiil buu yaqaana ku rabuus iyo ku dambu diida laa yaqsimu bisawiya maxaa ku soo haray gar iyo xaajo haddii loo kanayo xukum rabbina walaa yacdilu ma garsooro fi lqadiyati xukumka dadka lakala xukumana cadaaladiisi buu duray cifadiisii dhowrsanaanta xaraanta laga dhowrsaduu duray geesinimadiisi buu duray saddexdaasuu la soo istaagay qaala sacd muqaas wuxuu yidhi ama wallaahi allaan ku dhaartay wuxuu yidhi la adcuwanna waxaan ku habaarayaa ninkaani bithalaatin saddex saddex miyuu igu tuhmay fulaynimo kow oo weliba dhaartay amaa idna shatana maxaa ummadda uga soo dhala baxaya waa beenti waxba kama jiraan saddex miigu sheegay anna saddex baan ku habaaray iga qabsaday buu laa adcuwanna calayhi bithalaatin way saddex baan ku habaarahaya allaahuma in kaana cabduka hada u fiirsada isagoo la dulmay buu haddana yuu afgubaadsanaya is ilaalinaya is dhowraya soo reebanaya wuxuu yihi allaahuma in kaana cabduka hada ilaahu addoonkaadan kana hadduu yahay kaadiba mid been sheegaya saddex buu igu sheegay ay beentii tahay qaama u istaagay weliba riyaa-an ha lagu arko wa sumcatan ha lagaa sheego ilaahayow fa atil cumrahu cimrigiisa dheere cantatab gaadhsii asaasuquh wa atil faqrahu baahidiisana dheeroo faqri aan la ara ku sii daah ciddihiisa ha cune wa caridhu allah u bandhig oo ku aafee lilfitani diinkiina ka fidne buu ilaahu diinta ka fidne adduunyada ku ciqaabo gaajo ku baabi iyo macaluul maxaa haray cimri dheeroo caliyada la daaday in allow gaadhsii buu wax uu reebtay ma jiro wa kaana bacda dalik odag intibaa ku dhacday laanno sacd muqaas wuxuu ahaa mustajaaba dacwu ahaa dadka ducadooda la ajiibuu ahaa waana la dulmiyey dacwatu lmadluumna waa mustajaaba wa in kaana almadluumu kaafira biitifaaqi lmuslimiin dadka ducadooda la aqbalay inaan kusoo daray hadday waan hilmaamaa laga yaabaa madluumka ducadiisu waa la aqbalaa wa in kaana kaafiran ha u qaadanin marka murtad la dulmiyey baad aragtay markaasuu ilaahay baryey dadka isagoo dulmiyey baa hilfaha loo qaaday hadhihin nin fiican wey ninkan ma ridoobin gaalnimo kuma dhicin hadhihin dabaalnimada diinta baro fircoon baa laga aqbali hadduu madluum yahay ibliis baa laga aqbali hadduu madluumi asagoo madluumi ba hataa laga aqbalay ibliis aniga idiin soo sheegay ducada aqbalay deedu min baabi alcibaada ma aha towxidu rubiya hoos tagtaa baabu tasriif wa tadbiir sida irsaaqada iyo roobka iyo awlaada iyo nabadda iyo caafimaadka gaal iyo islaamba loo siiyo ayay la mid tahay warka miyaad faanteen wa kaana bacda dalika intaa kadib wuxuu ahaa odaygii idaa su'ila markii la weydiiyo cimrigiisibaa dheerada wuu cantatabay faqri aan la arag baa lagu imtixaanay diintii baa laga fitnoy isagoo waayeel oon luudi karin buu gabdhaha fudaydaa ku qamaami jiray korka kaga dhici jiray idaa su'ila marka la weydiiyo quul wuxuu odhan jiray shaykhun kabiirun war inkaa qabay waayeel baabaate maxaad fudayda ku daba dhigay marka la dhaho wuxuu dhihi shaykhun kabiirun weeye maftuuna la fitneeyey asaabatni waxay igu habsatay dacwatu sacdin habaarkii sacad baa igu habsatay maxaa kuu geeyey marka hore idab darada kuu geeyey qaala cabdilmalik wuxuu yihi ibnu cumayr araawi allakhmi waa taabicii can jaabin araawi xadiidka ka wanaa can jaabin samura wuxuu yihi fa ana ra'aytuhu aniga taabicigaa arkay odaygii ila cimrigiisi baa la dheereeyey bacdu intaa kadib qad saqata isagoy dhaceen xaajibaahu sunniyihiisi xaajibaahu tan kora wey xiribaha maa tan sunniyaha koraa soo dhacay calaa caynahi indhihiisi bay kusoo dhaceen oy qariyeen min alkibari waayeelnimo darteed intuu waayeeray bay xaajibihiisi qarinayaan indhihii wa innahu la yatacarada iyadoo sidaata wuxuu mabaxaya oo laacahaya liljawaari fudayda fi turuq wadooyinka fayaqmisuhuna markaasuu qanjirinhaya miduu dhabarka qabto miduu timaha ku dhago miduu naaska laaco war kuwii idinka yararaadaba tabar u leh adoo cimrigana ah maxaa ku ceebiya marka la yidhaahdo wuxuu dhihi waxba ma ogdina habaar weeye raganimo ma ah habaar igu dhacay baa jiroon eeday saasuu odhan jiray